وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. يا سلام لما كنا نسمع هذه العظمة سيدة أم كلثوم وهي تغني، نحس إن هذه الكلمات تليق باسم أم كلثوم. أم كلثوم رحلة من العطاء طويلة، يعني لم تصعد أم كلثوم السلم سريعا، يعني بدأت من الإنشاد إلى أن أصبحت سيدة أو كوكب الشرق. أم كلثوم رحلة طويلة جدا، سيدة الغناء العربي. في الغناء الكل يعرفها، كلنا نعرف أم كلثوم، ولكن لأم كلثوم الإنسانة وجه آخر. رصدها كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي، الكتاب اختص بهذا الموضوع للكاتب كريم جمال، واللي أظهر فيه بين سطور طبعا الكتاب السيرة الموازية للسيرة الوطنية اللي جعلت السيدة أم كلثوم في الوعي الشعبي. بمعنى إيه؟ بمعنى قربها من الشعب، حبها لوطنها، تضحياتها، إحساسها بأنها لها دور مع الشعب ومع الوطن في أزماته، وده اللي خلاها دائما طول الوقت بمثابة هرم من أهرامات القومية المصرية. وقدرت سيدة أم كلثوم أن تجند سلاحها، سلاح الفن الخاص بها، صوتها، لتبرزه وتبرز وجودها طول الوقت في ساحة المعركة كرمز للإرادة المصرية. الصور اللي انتوا شايفينها صور من الكتاب، والكتاب يمكن اختص هذا الموضوع أم كلثوم والمجهود الحربي، وده بين قوسين يجاوب عن حاجات كتير، يجاوب عن دور الفنان، عن قوته، عن إدارته لحياته، وإزاي يقدر يكون واقف بسلاح الصوت أو سلاح الفن جنب وطنه وجنب شعبه. خلينا ناخد المداخلة للكاتب، كاتب هذا الكتاب، الأستاذ كريم جمال. مساء الخير أستاذ كريم. مساء النور، وسعيد جدا 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 مداخلة فعلا فندم، والله شكرا. أكيد جدا. والله أنا سعيدة جدا لهذا الكتاب، ولكن يعني ليه اختصيت أنت هذه مش عايزة أقول الحقبة ولا المرحلة، ولكن هذا الجزء من العطاء اللي قدمته أم كلثوم لمصر؟ الحقيقه انا يعني عاشق لام كلثوم من البدايه، يعني من اول الصبا يعني وانا عاشق لام كلثوم. وكنت دايما لما اقرا عن تاريخ ام كلثوم وسيرتها الذاتيه كنت دايما بقف عند مرحله ما بعد النكسه، لاني كنت مدرك ان هي سنين فاصله في حياتها، سنين كانت فيها ام كلثوم بتخطو نحو 70 من عمرها، وكانت يعني بين قوسين يعني عندها امراض شيخوخه كتير وأمراض مزمنة كمان يعني. ورغم كده كانت الهزيمة حركت فيها روح الشباب، خلتها أكثر رغبة في إن هي تقف مع البلد ديت بحنتها وتتجاوز مع البلد الأزمة ديت من خلال صوتها، من خلال السلطة الشعبوية اللي تملكها مع الجماهير. فوقفت كده وحاولت إن أنا أبحث شوية في التفاصيل ديت من خلال الصحف والجرايد اللي كانت مغطيه كافه تحرك ام كلثوم سواء داخل مصر او حتى خارج مصر، فوجدت كينج بصراحه، يعني وجدت ان هي كم المحبه وكم العطاء اللي تم منحه من ام كلثوم لامتها وشعبها في فتره قاسيه جدا كان كبير جدا جدا. يعني خلينا يعني نرتب كده زي ما الكتاب، يعني هل انت رصدت المرحله اللي هي طبعا يعني وقت الستينات وقبل طبعا الهزيمه في 67 وبعد الهزيمه كمان، ازاي سيده ام كلثوم قدرت ان هي تتجول طول الوقت ما بين مصر، قول لنا كده المراحل، وايضا في العالم العربي وايضا في اوروبا؟ الحقيقه انه كان بادئ بما قبل الهزيمه بشهر، يعني بادئ في مايو 69، وكنت حاولت برضه ان انا يعني امر بمراحل ام كلثوم نفسها مع الهزيمه، يعني هي ازاي كانت عايشه مرحله ما قبل الهزيمه اللي كان فيها الامال كبيره جدا ب يعني محاربه اسرائيل والقضاء عليها، ثم الياس اللي حصل لمده ايام لكل المصريين واللي يعني اصاب كل الفنانين وكل المصريين، ثم مرحله البعث والصعود لتقاطع الهزيمه. فشفت ان هي في البدايه تماما ان هي كانت يعني بتمر بينها وبين نفسها بمحاورات، يعني حتى كتب مقال مهم جدا في اول ذكرى لعبد الناصر في الهلال المصريه،
وكانت بتقول فيها ان هي قعدت فتره يعني في البدروم عندها في الفيلا، وفي سؤال ذاتي هل انا دوري يعني هيكون مقتصر على ان انا اقعد في ياس وهزيمه نفسيه، ولا دوري ان انا اقف مع بلدي في محنتها. وبالتالي بقى يعني ساعد في كل الطرق ان هي اولا يعني تشكل جبهات نسائيه داخل مصر تجمع من خلالها الذهب من النساء المصريات، وتعيد تاني ليهم الثقه في جيشنا العظيم، وتعيد تاني الروح المعنويه اللي كانت موجوده قبل الهزيمه، وكمان تسافر بره بقى مصر بقى يعني تروح ليبيا وتونس والمغرب والسودان والكويت وغيره وحتى باريس كمان يعني. وهناك تقدم تقول ان احنا لسه احياء ولم نهزم هزيمه نفسيه، وكمان تجمع اموال عشان خاطر المدن الحربي، وكمان تصالح الشعوب العربيه اللي كانت فيها يعني خصام مع النظام الناصري قبل الهزيمه. أكيد أنا كمان كنت يعني شايفة بأنه دور السيدة أم كلثوم كان دور باعث للأمل، يعني صحيح. فكرة أن النجم لما يبقى بهذه القيمة ويبقى يعني طول الوقت باعث للأمل وبيحاول بسلاح صوته وفنه أنه يعني يبقى كمان في وسط المواطنين وفي وسط الناس، يعني في إحياء للأمل بأن إحنا نقدر وأن إحنا الإرادة المصرية تستطيع أن هي تقوم من اي هزيمه. دي حقيقه، يعني الصحف الفرنسيه بعد حفله باريس قعدت شهرين تتكلم على القضيه المصريه بسبب ام كلثوم، يعني كان يعني قدر الاهتمام اللي شافته ام كلثوم في باريس مثلا من الرئيس ديفول نفسه من الصحافه الفرنسيه كان عميق جدا جدا، وخلى الغرب لاول مره يسمع من الشرق قضيته، يعني الناس عارفه ان هي رايحين يسمعوا ام كلثوم في باريس مش بس عشان خاطر ان هي هتغني عشان خاطر تجمع اموال، لا يعني رايحين عشان خاطر ان هي ترفع راسهم تاني في مجتمع كان حاسين فيه بالهزيمه النفسيه الكبيره بعد النكسه. حقيقي، وهي طول الوقت كمان يعني رسالة الفن اللي قدمتها السيدة أم كلثوم مش بس لوحدها، الشعراء اللي معاها الملحنين العازفين وحالة الغناء الراقية الرائعة، واللي هي فكرة بأنه رغم ما تعانيه من مصر ولكن الفن قائم والمواطن يعيش ويتنفس فنا. يعني دي وده على فكره كمان اللي ترجم كمان المشهد المهيب بتاع الجنازه الخاص بام كلثوم طبعا، لانه الملايين اللي خرجوا في توديعها دول ما كانوش خارجين فقط لتوديع مطربه عظيمه يعني اثرت البلدان العربي على مدار نص قرن، لا هم كانوا بيودعوا رمز قومي وقف مع بلدهم ومحنتهم وطبطب على اهل مصر بعد الهزيمه، يعني مثلا موقف ام كلثوم من المهجرين اللي هجروا من مدن القناه بعد 67 كان موقف ده اكتشاف ليا بصراحه كبير جدا، لانه هي يعني عملت على توفير حياه كريمه لاهل القناه اللي هجروا من مدنهم بكل الطرق، سواء بملابس شتويه، سواء بتوفير فرص عمل مناسبه ليهم، سواء ان هي يعني ترعى الايتام منهم وترعى البنات المجاورين من المهجرين وتجيب لهم مكان خياطه تشغلهم، فكانت يعني عباره عن كتيبه متحركه رغم انها كانت ساعتها في السبعين سنه، يعني فهي كانت امراه صراحه. أكيد يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله كله أجمل من بعضه، وأنا بعتقد أنه احترام الفنان كمان لفنه ورسالته بيخلي كمان أي مواطن وأن الشعب يقدر ما يقدمه، لأنه يعني تحرك السيدة أم كلثوم في هذا التوقيت وهي تحمل سلاح الفن وهي قيمة وقامة كان أيضا ليه الأثر، فإذا الفنان كلما احترم فنه واحترم قيمة الفن وقدمه بشكل كده يليق بمصر هتلاقي إن أي رسالة بيقدمها هتوصل على طول لأي مواطن. وده اللي بيخلي في خلود، يعني هي حتى الآن خالدة في الذاكرة العربية وبسبب ما قدمته من سواء من فن عظيم أو حتى من مجهود وطني وسياسي واجتماعي كبير. أكيد أنا بشكرك جدا، وهذا الكتاب الجميل أكيد هيعجب الناس لما يقروه، وهو كتاب يليق بالسيدة أم كلثوم والمجهود الحربي اللي قدمته فعلا لمصر. الكاتب كريم جمال بشكرك شكرا جزيلا. وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، يعني هي رسالة السيدة أم كلثوم بقوة فنها وقوة مشوارها.